طيب المهندس عدلي اشار لكابتن حماده امام وشوفوا حنجرته وشوفوا عفويته وفرحته للاهلي، ده يمكن بيفكرنا انه في مثل هذا اليوم. ولكن سنه 1995 رحل اثنان من ثنائيات الكره المصريه اللي كان بينهم عشق كبير جدا، ده في الاهلي وده في الزمالك، والتاني يموت علشان الاول مات. بقول لكم حاجه ما تحصلش الا في الافلام العربي. كابتن محمد الجندي عليه رحمة الله، واحد من أساطير الأهلي في بداية الكورة، يمكن في بداية الدوري فاز مع الأهلي بثلاثة دوري، وكان واحد من نجوم الثلاثينات والأربعينات لغاية لما دخل بداية الدوري وخد ثلاثة دوري مع الأهلي غير دوري القاهرة. الكابتن الجندي مدرب كبير، قاد الأهلي وقاد المنتخب الوطني والمنتخب العسكري، ومرن الإسماعيلي ومرن القناة، لكن كمان مرن المحله وفاز لهم بالدوري المره الوحيده في تاريخ غزل المحله موسم 72 73 مدربهم الكابتن الجندي عليه رحمه الله. اعتزل التدريب في 1980. انما ليه انا بقول لكم المفارقه العجيبه؟ هو كان الصديق المقرب جدا الثنائي بتاعه كابتن حنفي بسطان عليه رحمه الله، نجم الزمالك الاشهر ايضا. كابتن الجندي يوم 13 نوفمبر زي بكره بالظبط توفاه الله. كابتن حنفي بسطان سهران في نادي الزمالك كعادته، خد الجرنان طبعه اولى وروح، روح البيت قرف الجرنان ان الجندي مات. عارفين عمل ايه؟ مات هو الاخر، نام قضي الامر توفاه الله، عشان الله. يدفنوا الاثنين في يوم واحد صبيحة اليوم الثاني قضاء الله. بصوا الثنائيه العاطفية والعلاقة الوجدانية وأقدار الله سبحانه وتعالى. يرحل حنفي بسطان حزنا على رحيل الثنائي الشهير معاه كابتن محمد الجندي. هي دي كانت الروح وهي دي كانت العلاقة، وهكذا كان الأهلي والزمالك. من أكتر الناس اللي كان كابتن صالح يتحدث عنهم باحترام شديد جدا وحب الكابتن حنفي بسطان. الكابتن الجندي واحد من ظرفاء هذا العصر. ايوه. اولا لعيب احترف في انجلترا وكان أيوه. بيسموه البرنس. ايوه. وهو يعني كان يمشي كده يعني وش لفوق وصدر لقدام، يتكلم بهدوء ويديلك الافيهات وهو بيضرب. اذكر مره يعني كان بيحكي لنا بيدرب منتخب مصر ففي فيرود ما كانش في الاهلي والزمالك بالمناسبه يعني، خبط في السرد باك بتاع الفريق المنافس ووقع على الارض. كابتن جندي راح نزل له، ايه يا فلان انت كويس؟ قال له انا كويس بس شايف اللعيب اتنين يا كابتن. قال له قوم 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 هتكتر علينا الديفنس. وراح صاحبه هتكتر علينا الديفنس هنشوف 4-8. يعني ده يدلك على ايه؟ سرعه البديهه يعني حتى مش ما اظنش انه صعب يعني، انما قال الافيه يعني. الف رحمه ونور على الكابتن الجندي والكابتن حنفي بسطان وعلى روح الزمن الجميل.